مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناة كرة لوكر من جميع أنحاء العالم. كما عودناكم عن أهم وأبرز التفاصيل عن لاعبين كرة القدم، النهاردة هتكلم عن اللاعب عبد الله المعيوف. اللاعب عبد الله المعيوف اسمه كامل عبد الله إبراهيم المعيوف، ولد عبد الله إبراهيم المعيوف 23 يناير 1987، عمره 36 سنة، طوله 1.89 متر، ولد بالرياض بالسعودية، جنسيته سعودي، يلعب حاليا مع نادي الهلال برقم 1. أما عن مسيرته الشبابية كانت مع نادي الهلال عام 2002 إلى 2005، ومسيرته الاحترافية كانت مع النادي الأهلي السعودي عام 2007 2016، وكانت مع نادي الهلال عام 2016، ولعب أيضا وشارك مع المنتخب السعودي عام 2000 من 2010 إلى 2019.